باهي تو انت قلت لي حاجة، قلت لي ان هم ما همش عنصريين، ولكن انت في يوم من الايام تعرضت لموقف صار لك فيه حسيت نوع من العنصرية في المانيا. هذا سؤال ولا حاجة صارت لي بجدات؟ ايه لا ما صارت ليش، مفيش تحديدا عنصرية. يوم 19 اغسطس تم القاء القبض عليك من قبل السلطات الألمانية. اوكي بعدين معصورة من العصورات اللي قلتها. هذا باباراتي. اوكي احكي لي شو صار. المشكله اللي صارت ما لهاش علاقه بالعنصريه، كان معي انا مع شخص ثاني، يعني شفت موقف عنصري اللي كان ما كنتش نعرف بدايته. انا قصه الباب كامل. شنو هو الموقف؟ احكي لنا عليه. والله كنت في قطار مترو مروح للحوش، ولقيت واحد يضرب في واحد ثاني، بس اللي يضرب كان هوملز يعني متشرد، عرفت؟ ايه فانا توقعت ان الهوملز هذا مدير فالطه كبيره كده، قلت خانب من الرجل هذا ولا اي الله اعلم يعني. فمشيت حاولت بالاحترام وبالاسلوب وشن فيه خيرك، ما يحاولش يرد علي هو اصلا بكل هذا اللي يضرب. فقلت له لو انت ناقصك فلوس نعطيك، يعني هو خنب منك حاجه اللي ماشي ببالي هيك، يعني ما اعرفش علاش مش ببالي انه هو خنب منه حاجه. فقلت له نعطيك ناقصك شيء هو خنب منك حاجه خلاص خليه يعني عيب تضرب فيك. طبعا الالمان عندهم حاجه افعل ما شئت، من يومش علاقه بك، حتى يضرب يتصلوا بالشرطه ما يكلمكش هو. لكن اخذتني الحميه تاع الليبيه هذيك كيف يضرب فيه، وبدات هو كان اسمر يعني واجهتني صراحه. مشيت لا تكلمت معاه من هنا، ما عطانيش وجهه في الاول بكل، وبعدين كانه تم منه هو تلفت لي انا بدي اسب فيه. انا لما بدي السب والشتم وكذا انا ما بيش ندير مشكله صراحه، لا في باب ندير مشكله وما عنديش علاش ندير مشكله، ما ليش علاقه فيهم. فعطيته بظهري ومشيت قاعد يسب فيا وينعت فيا بكلمات يعني بديئه اي مره واثنين وثلاثه، لان اضطريت اني انكسر له راسه. والله ليش جبت لكم كوكتيل؟ قدرت كوكتيل. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. تعال يا شيف تعال. لا بندير دور انا، انا بنكمل دوره بنجيبها لكم من غادي خير. تعال حسن جيبها من غادي. يعني قدرت لكم كوكتيل، هذا كوكتيل فيري سبيشال، يعني بنسميه كوكتيل بالهريسه، تعرفوش فيه طبعا. طبعا هذا جديد. ها اول مره قال لك خلينا ندير النبي لاشاتي مي كانتاري. يلا كيف تقول الاغنيه هي لاشاتي مي كانتاري؟ هيا معاي كريم في هارمونيكا ان مانو غني. لا لا اوكي هذا هذا ما هي اعطينا المكونات بتاع المندوب قبل المفروض العصير. لا الكوكتيل هريسه. الكوكتيل كوكتيل هريسه. بنبدا انا لا اسمعش ولي قلت لا ولا اسرائيلي قلت نبدا الاول. نبدا انت الاول. اوكي كان ما عجبتكش نطيبوا لك حاجه مليحه، عندنا الفرفلينا اهم شيء شاهد قبل ما تشرب. ما قلت لك انا طب نقرا القران، نقرا القران اللي حافظه كلها قبل ما نشرب. هاي بسم الله. لايك جو بسم الله. 1 2 3 لا وانت وين تبي العشره دي استنى لها. اوكي 4 5 بسم الله. هاي خلاص نشرب مشروبه. كانتاري كولا في زارمونيكا ان مانو لاشاتيمي كانتاري ايو سونو ليبيانو. ليبيانو يا مان سوري. ليبيانو. المية ترى لا في روائح حلوة من الكوكتيل طالعة. كوكتيل هرسة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا ساتر يا ربي يا ساتر. ما عادش بتغني أنت بعد اليوم خلاص. هذا من الفوكلز يطلعوا اليوم بالليركس بتاعها. عندي اغنيه ثانيه مقدمها انا بعدين، كان عندي اغواها. اعلنت اعتزالي من هذا المنبر. يلا لا ثانك يو ثانك يو. يعطيك الصحه. لا والله لذيذ لذيذ غير عشان كان كوكتيل الهريسه. والله استنى ما زال في الفرفلينه اعطيها 100 حاضر. اوكي يعطيك الصحه شيف. لا لا حلو حلو غير شويه بس حاد يعني. ايه حار شويه. لا باهي الشيف مش حينسيني موضوع كسرت لراسه. بنرجع تعال ادرس يا كريم. خليك يعني ما تحكي اسمع فيه. كان يحكي لي في قصه انه كسر له راسه كمل لي خلاص كسر. لا هو يكمل لك خير خلي هو شو بتكسر راسه كيف كيف وصلنا. لا لا يحكي عليه. هو الماني الشخص ولا هو الماني؟ كان الماني دوتشلاند. دوتشلاند دوتشلاند يا خير. غير هذا والله ضربته مع الاسف. علاش؟ بطلع فيه هيك. لا انت هو نبي نفهم هو علاش كان يضرب في الهوملس يعني هذاك الشخص هو سخنب له حاجه ما نعرفش. لا هذاك يضرب فيه لخاطر واخذ خبطه. وانت دفعت عليه الهوملس. دفعت ايه دفعت عليه. اعرف يا هو دفع. انسان ضعيف صحيح انسان ضعيف. طبعا طبعا غصبا عني اكيد. سوبر هيرو يعني. هو 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 هيرو من اصله هو اصلا.
ايه هو ولد الحاره. تفضل يا شو عندك بديل انت؟ الفرفلينه. نبي حال عضوك انت فرفلينه. الفرفلينه بالله لك بسرعه لاني جعت. جعت مع الهريسه تمشي عادي عادي انت بتجيبها كما تشرب يا كريم. تعال الكول الفوكال كوردز نتاعك نخليهم زي بافاروتي. لا لا قلت الله يلا ان شاء الله تمام. طيب الحق توا طيب لهم حاجه مليحه تبوا حاجه مليحه اكيد باي اوكي حاضر اي شيء من يدك حلو يعطيك الصحه. متواضع بس كريم متواضع. باهي نرجع لحديثنا زيكو. بعد المشكله هذه قديش وقفت في السجن؟ هو كنت موقوف مش مسجون في الحوش يعني. لا طبعا مش في الحوش لكن في مركز يعني مش في سجن. سجن في المركز بالضبط. كنت ثلاث ايام وساعات. ثلاث ايام وساعات بالضبط. اول مره في حياتك تخش مركز شرطه او تتوقف؟ طبعا مش خرج حبوس. لا لا اول مره اول. ندمت انك انت دفعت عليه الشخص الضعيف ولا لا؟ لا, لا. لو يرجع بك الوقت تعاود تدير نفس الموقف ولا لا؟ ممكن نتصرف بحكمة أكثر يعني ما ضرباش بالقوة اللي ضربتها بها المرة اللي فاتت. بخف شوية. شكلك قتلت أنت رسمي الرجل. إيه تقريبا. في العناية رقد ولا لا؟ مش في العناية لكن قعدت في المستشفى. عاها مستديمة إن شاء الله. لا طيب.